أهلا وسهلا بكم. ما زالت هذه التغطية حية ومتواصلة دائما لأبرز التطورات في مصر. أسعد بصحبتكم من الآن وحتى السابعة مساء، ولكن تتخلل هذه الفترة الفقرة الرياضية في حوالي الساعة الرابعة عصرا مع الكابتن إبراهيم فايق. طبعا إحنا بنغطي التطورات سواء الميدانية في الشارع أو التطورات السياسية، في مظاهرات، في طرد للسفير التركي، ولكن في خضم كل هذه التطورات السياسية المواطن يتساءل: أين ذلك من العمل على خفض الأسعار؟ أين ذلك من العمل على تحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور؟ امبارح كان في تعليقات ساخرة كثيرة على طرد السفير التركي من مصر، اللي يقول لك طفوا كهولنا بكم أنبوبة، واللي يقول طيب ده هيأثر إزاي على أسعار الخضروات والفواكه. إذن المواطن لا يهم كثيرا، ربما يهم بدرجة ما التطورات السياسية والميدانية، ولكن هو يبحث عن الطعام والشراب. الحكومة تقول قولا وفعلا أنها مهتمة بالمواطن. وزارة التموين في الفترة الأخيرة ناقشت إمكانية تطبيق الأسعار الإجبارية على الخضروات والفواكه واللحوم، ولكن توصلت في النهاية بعد مفاوضات مع جهات عدة أن الأسعار الاسترشادية هي الحل الأمثل، وبدأت في تطبيق ذلك منذ فترة، وناقشنا ذلك بالتفصيل هنا في بث مباشر. الآن هذه السياسة مستمرة. أول أمس وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن عن قائمة جديدة للأسعار الاسترشادية تتغير أسبوعا بعد أسبوع وفقا لمتغيرات السوق. بالأمس بدأ تطبيق قائمة هذا الأسبوع الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة، وهي ملزمة للتجار وفقا لما أعلن حتى يوم الجمعة المقبلة، وخاصة بمحافظات القاهرة الكبرى. ليه مش المحافظات الأخرى؟ لو احنا كنا بنطبقها على محافظات القاهرة الكبرى على سبيل التجربة، ألم تنتهي التجربة بعد؟ طيب المواطن اللي في المحافظات النائية أو المحافظات البعيدة أو خارج القاهرة، أليس من حقه أنه كمان يسترشد بقائمة أسعار من وزارة التموين وتراقب تطبيقها في السوق؟ حنناقش كل هذه الأبعاد في ملف الأسعار الاسترشادية للخضر والفواكه مع ضيفي في هذه الفقرة اللواء أحمد عبد التواب، وكيل وزارة التموين وعضو اللجنة الوزارية لتقييم الأسعار. أهلا وسهلا بك سعادة اللواء. أهلا فندم، مرحبا. هذه يا فندم المرة الثانية اللي بتشرفنا فيها على الأقل معايا في بث مباشر نناقش فيها الأسعار الاسترشادية. في المرة الأولى وإحنا قاعدين يمكن كان في اجتماع شغال للبت في هذه المسألة، وصلتم أنه حتطبقوا الأسعار الاسترشادية. هل تم حل المشكلة بهذه الأسعار؟ يمكن نقول لحضرتك الحقيقة، الفترة الأخيرة دي من وجودنا في السوق وجمعياتنا اللي تابعة المجلس بيوصلنا الأسعار أول بأول، ليه خايف أقول لك يوميا أو كل وقت، إن الأسعار في تناقص، الأسعار في تناقص، وفي اتزان في السوق، وفي التزام، مش هقول مش كل الحقيقة التجار، لكن أغلب التجار بدأوا يحسوا فعلا بأنهم بيتفاعلوا معنا، وأنهم واضعين لأنفسهم حسب التسعيرة بتاعتنا يعني هامش ربح مناسب. لأن هؤلاء التجار سواء تجار جملة أو تجار تجزئة، دول مشتركين معنا في لجنة التسعير. تمام. يعني معنا ناس من العبور وناس من أكتوبر وتجار تجزئة وبعض المواطنين اللي بيتطوعوا بالحضور اللجنة، كل ده بيتفاعل في النهاية بنطلع بتسعيرة استرشادية. احنا بنلاحظ كل اسبوع الاسعار بتقل. حتى يمكن الاسبوع ده البطاطس اللي كنا بنقول انها شحيحة وانها غالية نزل سعرها هي والطماطم. انتوا دلوقتي بتقولوا بتقترحوا انه تبقى من 2.5 ل 4 جنيه البطاطس. بالظبط. الطماطم من 2 ل 3 ل 4. مظبوط. وهل فعلا بيلتزم وفندم بهذه الاسعار؟ في التزام بنسبه عاليه. يعني انا احنا بنتكلم على الاسواق الكبيره. الاسواق الكبيره وجميع الاسواق. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بنطالب هذا الكلام للمواطن انه يتفاعل مع نفسه ويتفاعل مع التاجر ويصمم ان هو يشتري من مكان مناسب ويشتري بنفس التسعيرة، وفي حالة عدم وجود تسعيرة على السلعة بيشتكي ويجينا، وفي تليفونات، في وسائل عديدة لتوصيل الشكوى. يعني فندم انا هقول لحضرتك حاجة كمواطن، انا بنزل اجيب لوالدتي الخضار، تمام،
فأنا شخصيا نزلت في سوق هو مش سوق رسمي، مش العبور ولا مش سوق كبير، سوق في شارع زين العابدين في اسكندرية تحول إلى سوق، وفي كثير من الباعة المتجولين أو باعة الأرصفة. معظم هؤلاء البائعين مش حاطط تسعيرة أصلا، اللي أنتوا بتقولوا باتنين جنيه طماطم ممكن يكون حاططها بخمسة جنيه. أنا هقول لحضرتك حاجة، اللي يخليه يلتزم، اللي يخليه يلتزم تفاعل المواطن معنا. بمعنى ايه؟ زي ما حضرتك بتقول، لو نزلت السوق ما لقيتش تسعيرة او لقيت السعر زيادة عن السعر المعلن او اللي حضرتك عارفه، لابد ان توصلنا شكوى. تمام. الشكاوى دي توصل فين؟ في تليفونات لهذا الغرض، في مديريات تموين، في ادارات تموين في المراكز، في مكاتب تموين موجودة في القرى، خد بال حضرتك. تمام. كل ده موجود في الشارع. احنا يا فندم بنبحث عن الافضل، وبالتالي اي يعني سؤال يبدو انه في وجهة نظر ناقدة للي حضرتك بتقوله بالتأكيد هدفه المصلحة العامة. حضرتك بتقول انه في خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين. معظم المواطنين اللي كان لهم تجارب مع هذه الخطوط قالوا لنا انه اما انه هذه الخطوط مرفوعة من الخدمة او لا ترد. معلش انا يعني ما اقدرش اسمع دي لسبب، لان الخطوط دي تبعنا وعليها ناسها موجودين ليل نهار 24 ساعة، وانا ما اعتقدش ان ده بيحصل لسبب رئيسي. احتمال في ضغط. احتمال في يعني ضغط. يعني وارد ده يحصل لو في ضغط. وارد ان يعني انا لما اطلب تليفون ولاقيه مشغول او ما بيردش، لابد ان هو يرد على واحد تاني او وهكذا. اكرر المحاولة. انا لازم اكرر المحاولة. مفيش، يبقى انا بوصل لجهة الشكوى. يعني انا اروح ادارة التموين، اروح مباحث التموين، وكل دول منتشرين موجودين في الاسواق. يعني مش غريبة او ان احنا وانا ماشي كده الاقي مفتش تموين او مفتش مباحث او ايا كان بيمر على السوق، انا اقدر اقابله واتفاعل معاه واتكلم معاه. انما هو انا عايز المواطن نفسه هو اللي يبقى اسمح لي صاحب الاستسباق فيه. يعني لا يشكو المواطن مع زميل او بين افراد اسرته، لكن عليه ان يتخذ خطوة ايجابية اذا كان بيسعى للمصلحة العامة. لابد لازم لازم هو يعني اسمح لي في الاخر لازم يحمي نفسه بنفسه. تمام. انا عايز اوصله بكده. طب يا فندم ليه ما قررتوش تطبيق تسعيره اجباريه؟ ليه اخترتوا ان هي تبقى استرشاديه؟ استرشاديه دي يعني الحقيقه احنا بندي فرصه لعدم التزام التجار بتنفيذ هذه التسعيره الاسترشاديه. في يوم ما هتطبق الجبريه، بس احنا لا نتمنى ان احنا نوصل لها. يعني احنا بنقول مش عايزين نوصل للتسعيرة الجبرية، لان احنا شايفين في تفاعل ما بين الوزارة واجهزتها والتجار بانواعهم. وطبعا والمواطن التوافق عليه يا سيادة اللواء ما بين اكثر من جهة، مش بس وزارة التموين، كان في جهات مختلفة اخرى توصلت معكم لهذا القرار. بالزبط. ورأت ان هو الاجراء الامثل. بالزبط. مش اجباري ولكن استرشادي. بالزبط. في مخاوف معينة لو طبقت التسعيرة الاجبارية الان؟ لا، هو ما فيش مخاوف، بالعكس، هو احنا مش عايزين نلجأ ليها، لان احنا شايفين ان السوق اصبح دلوقتي الحقيقة متزن. لان احنا خلقنا سوق موازي لهذه الاسواق. السوق الموازي عبارة عن المجمعات، ودي تبع الحكومة وهيئة الاستثمار. موجود التعاونيات، ودول حوالي 3600 منفذ. موجود وزارة الزراعة لها منتجاتها. شغالين التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية؟ شغالين. مش زي الأول أعتقد. لا، شغالين بالعكس، احنا دلوقتي بنزود وبنحسهم على زيادة الانتاج. وأقول لحضرتك احنا كنا يعني في ضيافة كل يوم خميس الصبح الساعة 10 عند السيد محافظ القاهرة لخلق منظومة تزيد من المنافذ وتزيد من كميات المطروحة داخل السوق القاهرة. طب يا فندم حضرتك قلت دلوقتي محافظ القاهرة. ليه مهتمين بمحافظة القاهرة ومحافظات القاهرة الكبرى دون المحافظات الاخرى؟ لا بالعكس. طيب جميع المحافظات. بس انا بدي لحضرتك التسعيره الاسترشاديه متطبقه فقط في محافظات القاهره. السيد وزير التموين الدكتور محمد بوتشادي مفوض جميع محافظي مصر، في كل محافظته في لجنه على نفس النمط ده. تمام. بتؤدي واجبها في اتزان السوق، لانه لكل محافظه ظروفها. يعني بالظبط. لان كل محافظه لها ظروفها في انتاجها. يعني ممكن تكون منتجه لسلعه وسلعه اخرى لا،
بتاخدها من المحافظة اللي جنبها، بتاخدها محافظة بعيدة وهكذا، فما نقدرش نتحكم في المحافظات كلها في وقت واحد، إنما احنا كوزارة بنعمل تسعيرة للقاهرة الكبرى اللي هي القليوبية والجيزة والقاهرة، باعتبار ان انتوا قادرين على يعني فهم الظروف وابعاد الموقف هنا في القاهرة، وبنبعت هذه التسعيرة، تتركوا بقى الامر للمحافظين في بقية المحافظات، بنبعت تسعيرة المنطقة المركزية أو القاهرة الكبرى إلى جميع المحافظات للمساعدة بالاسترشاد لها، وفي نفس الوقت جميع المحافظات لها لجنة بتنعقد تحت رئاسة المحافظ أو أيا كان ما يرى حسب ما عايز، في النهاية بيدي تسعيرة مناسبة لمحافظته. نعم. في الآخر إحنا بنوصل لتوازن التسعيرة داخل الأسواق لمعاونة المواطن البسيط للحصول على سرعته بسعر كويس وبجودة عالية. هو طبعا مش بس المهم الحقيقة ان احنا نوصل لهذا التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة التاجر، لكن كمان عايزين نوصل للثبات، ثبات هذه الأسعار، وده طبعا هيدخلنا في ملف آخر كبير وهو ضبط السوق والرقابة على الأسعار، هنناقش ده مع حضرتك ولكن بعد الفاصل. We'll be right back.